سوبرمان، وندر وومن، جرين لانترن، وفلاش كلها شخصيات بطولية من إنتاج العصر الحديث، واللي كانت شركة دي سي بتواجه صعوبات كتير في النجاح لنقلهم لعالم الألعاب. لكن واضح إن كل اللي كانوا محتاجينه هما إنهم يروحوا للشركة المطورة للعبة مورتال كومبات، يطلبوا منهم يحطوا الشخصيات دي كلها مع بعض في لعبة واحدة ويسيبوهم يضبوا بعض بالقوة الخارقة اللي معاهم، لأن إنجستس جادز أمونج أس على درجة راقية من ألعاب القتال، واللي بيعرض دي سي يونيفرس بشكل جذاب وجديد، بتقدم شيء جديد لمحبي الفايتنج جيمز بمختلف مهاراتهم. That's why I like you, Superman. You're much more gullible than... احترام شركة نيذر ريلمز لأبطال دي سي يونيفرس واضح جدا على مدار اللعبة كلها، إذا كان من خلال المقدمات أو نهايات كل ماتش أو السيناريو اللي على لسان كل شخصية. لعبة إنجستس بتستغل كل فرصة في توصيل معطيات الشخصية واللي بيربطك بالشخصية اللي بتلعب بيها إن كانت زي مورتال كومبات بالظبط. إنجستس شكلها مبهر معظم الوقت، لكن من وقت للتاني بيحصل أنيميشن مش قد كده، إن كان بقى إذا كان قفزة شكلها عجيب أو ضربة شكلها قديم، بس ده مش مهم لان البيئة المحيطة والشخصيات متصممين على درجة عالية جدا من التفاصيل. الصوت على الصعيد الاخر لا غبار عليه، فالخلفية الموسيقية اوركسترا، والتمثيل الصوتي مليء بالسطور اللي موجودة في سلسلة جاستس ليج، مع بعض بيخلوا لعبة انجاستس واحدة من الفايت جيمز القليلة جدا اللي اهتمت بقصتها. اللمحات المخصصة للفانز زائد الحبكة الدرامية اللي في القصة، اي حد من عشاق الكوميكس هيتين من السعادة باللعبة دي. انا مش هحرق لكم حاجة، بس اتحداك تكون شفت سوبرمان بالشكل ده قبل كده. بعد النجاح الغير مسبوق لنذر ريلمز في مورتال كومبات، كان ممكن ببساطة جديدة انهم ينقلوا منظومة المعارك زي ما هي ويغيروا اشكال الشخصيات، لكن مش ده اللي حصل. بالرغم من انقاع اللعب وبعض الميكانيكس شبه مورتال كومبات فعلا، الا انك لما هتلعب اللعبة هتحس انك بتلعب لعبة مختلفة تماما. كل مرحلة معبأة بالعناصر التفاعلية واللي كل شخصية بتستخدمها بشكل مختلف. الاقوى واللي صعب الالتفات اليه هو اضافة السبيشال باور لكل شخصية على حدة، واللي ممكن تكون زيادة مؤقتة في قوة الضربة، على سبيل المثال استخدام شخصية شازام لقوة الرعد أو لتغيير تكتيك اللعب، زي ما شخصية فلاش بتفتح السبيد فورس. كل ده بيدي طعم مختلف للعبة، وكمان بيخليها تتفوق على مورتال كومبات في البعد الاستراتيجي. خد عندك في اللعبة حاجات كتير زي كده، فلو بتلعبها لمجرد الاستمتاع أو لو عايز تاخد اللعبة بجدية أيا كان، فاللعبة هتقدم لك الاستمتاع عن طريق اللكمات الموجعة، سلاسل الضربات الطويلة، والقدرات الخارقة. اللعبة لازالت بتشمل سقف عالي للاعبين المحترفين، ولكن دايما الخطوات الأولى في اللعبة سهلة جدا. المستويات الأولى بتحتوي على تدريب لحركات الشخصية واللي بيزيد من مهارات اللاعب، واللي في حد ذاته شيء جميل لأن في اللعبة 24 شخصية، وبالتالي حاجة كتير ممكن تتعلمها. في شخصيات سهلة تتعلمها أكتر من شخصيات تانية، لكن مفيش شخصية معينة مبالغ في قوتها لحد دلوقتي. كل الشخصيات لعبها مميز، واللعبة بتغطي تقريبا كل أساليب اللعب اللي موجودة. You're no match for an Amazon. This ends now. Pack her up, Snookums. Injustice مش مجرد فايتنج جيم عادية وفيها أبطال قصص خيالية وخلاص. اللعبة ليها عمق ومصممة بدقة، وبتشمل محتوى ممتاز متعلق بالدي سي يونيفرس، دي غير التحديات اللي ما بين المستويات واللي بتفتح لك اللعبة أكتر. بس السبب الأهم للعبها هو الإحساس المنعش لاستخدام القوى الخارقة للدي سي هيروز. أنا مكنتش متخيل إني هقول الجملة دي في يوم من الأيام. المهم، لكل اللي عايز يدمر كل حاجة حواليه أو كل اللي بيتراهن مين اللي يكسب إذا كان باتمان ولا سوبرمان، ما ينفعش تفوت اللعبة دي. شكرا للمتابعة، وأهلا بكم في IGN Middle East.